طب انت شايف ليه ريال مدريد بيتعرض لانتقادات كتير قوي رغم ان هو ماشي كويس لغاية دلوقتي؟ يعني يمكن مفيش سبب واضح للانتقادات دي، فانت شايف ايه من وجهة نظرك هي الاسباب؟ لان احنا مش بنحكم على نتائج فقط. اللي متابع لريال مدريد عارف ان ريال مدريد بيعاني على الشكل التكتيكي بشكل كبير جدا. مباراه زي مباراه اتلتيكو مدريد في الدوري كانت مباراه كشفه لانشيلوتي في الثوره التدريبيه اللي بتحصل دلوقتي، وان المدرب بقى بيعتبر نفسه ماسك دراع بلاي ستيشن بيتحكم في كل لاعب في الملعب. انشيلوتي من المدرسه الكلاسيكيه اللي بتسيب الحلول للمهاجمين اكتر، اللي هو بيوصل المهاجم لمنطقه الجزاء ويسيب حريه المهاجم في النواحي الابداعيه في وسط ملعب الخصم. ريال مدريد عنده مشاكل في بناء اللعب، عنده مشاكل في اختيارات التشكيل، عنده مشاكل في النواحي الدفاعيه. يعني بنلاقي ان توني كروس بيلعب كتير امام الدفاع، وتوني كروس هو لاعب حاليا كبير في السن مش قوي في ان هو يخرج الكره تحت الضغط، مع انه ممرر جيد جدا، ولكن الضغط عليه ممكن يسبب مشاكل، غير ان هو نواحي الدفاعيه ضعيفه جدا. فما بيلعب توني كروس امام الدفاع في وجود لاعب زي تشاوميني لاعب شاب وقوي، اللاعب الفرنسي وجود كامافينجا لعيبه اولى انها تكون في النواحي الدفاعيه، دول غيابهم، وان يبدا بتوني كروس مع فالفيردي مع مودريتش بيكون وسط ملعب ضعيف من الناحيه الدفاعيه شويه. اللعب بفينيسيوس جونيور ورودريجو اللي هم اصلا جناحين كاتنين مهاجمين داخل منطقه الجزاء، انت بتقتل خطورتهم، وبرده انت ما عندكش اللاعب المحطه اللي يوصلك لمنطقه الجزاء. ففي انتقادات لانشيلوتي لان الاسلوب مش الانسب للاعبين اللي موجودين، وانشيلوتي يعني مدرسه قديمه شويه، ان انا عايز اللاعب هو اللي يبرز مهاراته. الكلام ده كان في اواخر التسعينات وبدايه الالفينات، هو كان الاسلوب اللي ماشي، لكن دلوقتي كل مدرب بيتحكم بشكل كبير جدا في كل منطقه من الملعب ومناطق الضغط والخمس حالات لكره القدم. انشيلوتي ما بيعملش الكلام ده، فالمتابعين الجدد او المهووسين بالتكتيكات بيشوفوا ان انشيلوتي مش بيعمل الشغل المطلوب منه، ولكن في الاخر ريال مدريد بيفوز، وده اللي يهم وده اللي بيحاسب عليه في الاخر. طب انت شفت ان رحيل بنزيما كان هو اللي ليه التاثير الاكبر على الفريق، وان هو بعده يمكن لسه مش قادر يحط الخطه المناسبه او التشكيل المناسب؟ هو طبيعي ان مدرب بيعتمد على مهارات اللاعبين، رحيل لاعب زي بنزيما ياثر بشكل كبير جدا، ولكن مش 100%. انا يمكن تاثير غياب كورتوا للرباط الصليبي اكبر بالنسبه لي من بنزيما، لان كورتوا كان بيعمل تصديات اعجازيه في الدوري وفي دوري ابطال اخر موسمين، حققت لريال مدريد بطولات كتير وخلت ريال مدريد يوصل لمناطق ابعد من اللي يستحقها على الاداء المقدم. فغياب كورتوا بالنسبه لي وتعويضه بكيبا وهو حارس عليه دايما علامات استفهام مؤثر بشكل كبير عن رحيل بنزيما. ولكن ريال مدريد عنده خبرات، عنده قدرات رهيبه في دوري ابطال اوروبا، عنده لاعب زي بلينجهام صفقه الموسم من كل الدوريات. بلينجهام لاعب كلاسيكي، لاعب ينفع يلعب مع العظام بتوع زمان، يعني مش لاعب زي دلوقتي اللي هو لاعب مصنوع، لاعب بينجح في خطه معينه. بلينجهام لاعب قوي ذكي، عنده جرأه كبيره، عنده قدرات تهديفيه، عنده قدرات دفاعيه، فهو شبه متكامل. فصفقه بلينجهام مع وجود فينيسيوس جونيور اللي عنده قدرات فرديه كبيره جدا، بخبره ريال مدريد واسم ريال مدريد، وفقط ان ريال مدريد اول ما بيسمع دوري موسيقى دوري ابطال اوروبا بيتحول، ريال مدريد قادر انه يوصل لبعيد في دوري ابطال اوروبا.